أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والحديث الآن عن أحدث مولود، خلينا نقول وأحدث مشروعات الشركة المتحدة القناة الوثائقية. الحقيقة إحنا بينا وبين بعض في المجال الإعلامي لما بنهني بعض بانطلاق هذه القناة بنقول مبروك الوثائقية المصرية، لأنه فخورين جدا أنه العمل، الإنتاج، الشباب، الكادر، كل من يعمل بها هم من الشباب المصريين، وانه كل الحاجات دي ليها بصمه مصريه. كان دايما، وكنت بقول لحضراتكم كده في بدايه الحلقه النهارده، انه كان دايما احنا حتى كمواطنين كده على مدار السنوات اللي فاتت بنسال بعض سؤال، بنقول ازاي دوله بحجم مصر واعلام بحجم الاعلام المصري ما عندوش قناه وثائقيه خاصه بيه. طيب، عن انطلاق القناه الوثائقيه، احدث مشروعات واحدث احلام الشركه المتحده الذي تحول الى واقع الحقيقه والى حقيقه، اللي انطلقت يوم 19 فبراير اللي لسه يعني كان قريب ده، من حوالي اسبوعين تقريبا. وهذا الانطلاق للوثائقيه كاحدث مولود للشركه المتحده هيكون لنا هذا الحديث. قد ايه مهم جدا انه نتكلم عن إدارة الإعلام والمشهد الإعلامي في هذه الفترة، التحديات الكثيرة جدا، وما هي أهداف القناة الوثائقية. فبعد الترحيب والمباركة والتحية هنسأل أسئلة كثيرة جدا عن هذه القناة، ولكن البداية تكون بالترحيب الشديد بالزميل المخرج الأستاذ شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية. يا أهلا بك أستاذ شريف. أهلا بك أستاذ منى، منورنا يا فندم. نور نورك، ومبسوط أنا موجود في إكسترا نيوز النهاردة، وده بيتك طبعا. وخليني بداية أقول لك ألف مبروك لحضرتك ولكل الزملاء والزميلات في الوثائقية. مولود جديد عمره لسه أعتقد ما كملش أسبوعين، صحيح، ولكن البداية ما شاء الله مبشرة بنجاح، لأنه الضجة اللي حصلة قبل ما تكون ضجة إعلام، يعني إحنا اللي بنعملها، هي ضجة من الشارع المصري بفرحة بهذا المولود. كيف جاءت الفكرة أستاذ شريف؟ الأول الله يبارك فيكي، وقبل كده تحياتي لكل العاملين في إكسترا نيوز، الزملاء والأشقاء والأعزاء، بدءا من رئيس قطاع الأخبار الصديق العزيز أحمد الطهري، وصولا لكل العاملين في القطاع. الفكرة ما ابتدتش من دلوقتي طبعا، الفكرة ابتدت من 2018. 2018 كنت أنا وصديقي العزيز الإعلامي أحمد الدريني، اللي هو دلوقتي رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، لما ابتدينا وحدة الأفلام الوثائقية في دي ام سي في فبراير 2018. في اللحظة دي كنا فردين، كان عندنا حلم ان احنا نكبر بالتجربة دي اكتر واكتر. مع الوقت العدد ابتدى يزيد، الانتاج ابتدى يتوسع يتنوع، روافد الانتاج اختلفت في الموضوعات. احنا ابتدينا بخطين كنا شغالين عليهم. الخط الأول كان تفكيك أطروحات ومزاعم ما يطلق عليه الإسلام السياسي. الخط الثاني كان هو دعم الهوية المصرية عن طريق تناول موضوعات مختلفة. مع الوقت ومع مرور السنين، 4 سنين، بقى عندنا ما يقرب من 50 فيلم وثائقي. في خلال الفترة دي كمان انفصلت وحدة الأفلام الوثائقية عن دي ام سي، وأصبحت كيان مستقل مباشرة للشركة المتحدة بعيدا عن دي ام سي، بيدار بشكل مستقل. الوحدة استقلت تماما بإدارات مختلفة، بأفرادها، بكل موضوعاتها. مع الوقت الاستقلال ده أدى لي أن التجربة كبرت وارتقت إدارة الشركة المتحدة في تطوير التجربة لتصبح من وحدة الأفلام الوثائقية لقناة الوثائقية وقطاع الإنتاج الوثائقي. الكلام ده حصل طبعا زي ما الناس تبعت بالبيان اللي صدر عبر الشركة المتحدة في ديسمبر اللي فات، والانطلاقة زي ما حصلت في 19 فبراير اللي فات، من أقل من أسبوعين. طبعا كانت التحدي كان صعب. أنا لسه هسأل عن التحديات لأن ده محور مهم جدا. طبعاً. بس أنا هاخد من كلام حضرتك في إجابتك على السؤال الأول ده، أو المقدمة اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، الخطين اللي ذكرتهم في القناة الوثائقية. الخط الأول فكرة تفكيك مزاعم وأطروحات ما يطلق عليه بالإسلام السياسي، ثم الحديث عن وتثبيت الهوية المصرية. صحيح. الخطين دول الشغل عليهم وفيهم، هل هو منفصل ولا بيكمل بعض؟ تقدري تقولي منفصل متصل. ليه؟ لأن كل ما يدعم الهوية المصرية بيتناقض مع أطروحات الإسلام السياسي،
مصر هي الوطن، الوطن عند أنصار الإسلام السياسي حفنة التراب، حفنة من التراب. ففي النهاية كل ما بدعمي الهوية المصرية بشكل غير مباشر أنت تفندي أطروحات الإسلام السياسي، ما يطلق عليه كده زورا يعني. في موضوعات اشتغلنا من الأول عليها، يعني مثلا كان عندنا من أول ما بدأنا خالص في 2018 السنة دي أمير الدم، مؤسس التنظيم الخاص في الجماعة الإرهابية، وبعد كده قطب واحد وقطب اثنين والعديد من الأعمال، والأعمال اللي لسه شغالين عليها دلوقتي حطتها على الفترة القريبة. عندك بقى الهوية المصرية، روايتنا بلساننا عشان ما نتركش حكايتنا في عرضة للتزوير من آخرين ودس السم في العسل. كان عندنا موضوعات كتير، كان عندنا طابة، صوت العرب، حريق القاهرة، معركة الإسماعيلية، المسرح القومي، حكاية الفرقة، موضوعات مختلفة. شفنا مؤخرا مع شخصيات كمان يا استاذ شريف. طبعا يعني انا ملاحظه من المتابعه العامه اللي قدرت اتابعها الايام اللي فاتت، انه انتوا مش بس بتتكلموا على احداث، انتوا بتتكلموا على شخصيات كمان، ومن الشخصيات بيتم اخذ او تناول احداث حقيقيه كانت بتحصل وتوضيحها للراي العام. طبيعي لما بتتناولي شخص وبتعرفي الاجيال الحاليه اللي متروكه للمنصات، خصوصا المنصات الاجنبيه، مهم جدا ان تعرفيهم على تاريخنا وعلى شخصياتنا المصرية، ومن خلال الشخصيات دي انت هتتبعي تطورات الاوضاع اللي كانت في مصر في الفترات الحقب المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. احنا اشتغلنا على موضوعات كتير زي ما قلت لك، وفي موضوعات تانية مثلا لما بدأنا البث بالفيلم الوثائقي أدهم الشرقاوي، يعني انا كنت حصل عليه دلوقتي. كم واحد من الاجيال الجديده يعرف ادهم الشرقاوي؟ واللي يعرف يعرف ايه، ويعرف ايه، يعرف ايه، ويعرف هو مختلف عليه ازاي. يوم الحد اللي فات كان عندنا الريحاني، كان عندنا برضو تواكب مع بث ادهم الشرقاوي الحوار الحصري اللي اجراه العزيز احمد الدريني مع امير حدود داعش. الحوار ده كسر الدنيا، وانا استغربت من حاجه يا استاذ شريف. الاقبال على مشاهده الحديث ده من خلال صفحه الوثائقيه، انا طبعا من اوائل الناس اللي عملت لايك على صفحه الوثائقيه على الفيسبوك. شفت اللايك طبعًا. عندي صح؟ طيب. طبعا لما بتدخل تقرا الكومنتس بتشوف كده بتلمح، لانه حتى من طبيعه التعليقات بتقدر تعرف. شباب كتير جدا اهتموا ان هم يتابعوا الحديث مع أمير حدود داعش، ومعلقين وكبين، وتحس من تعليقاتهم ان هم اتفرجوا على الحوار كله وبيقيموا وبيكتبوا ارائهم. هل كنت متوقع انه هذا الجيل من الشباب، انا بتكلم على عشرينات من العمر، والجيل ده احنا كنا طول عمرنا خايفين عليه، احنا نفسنا فوجئنا احنا كنا خايفين على الجيل ده انه هويته تضيع وينساق ورا اي كلام، هل توقعتوا ده اقبال الشباب على متابعه القناه؟ بصي، احنا توقعنا ان الحوار، لان احنا كنا يعني انا اخرجت الحوار ده بنفسي، الحوار ده احنا توقعنا انه هيلاقي ردود فعل قوية، بس ما توقعناش الى هذا الحد، خصوصا من الاجيال الصغيرة. بص يا منى، احنا مشكلتنا ان قافة حارتنا النسيان. نسيان. فمهم جدا ان من خلال الافلام الوثائقية او من خلال الحوارات لازم تركزي الضوء وتعرفي الاجيال الجديدة مين هو خصمنا، سواء في الداخل او في الخارج. سواء من خلال طابة، أيام النصر، أمير حدود داعش، سيد قطب. ليه بقى؟ اللي اتولدوا في 2011 عندهم كم سنة دلوقتي؟ 11-12 سنة. دول ما شافوش حاجة. واللي كانوا في التوقيت ده عندهم 5 و6 و7 سنين دلوقتي بقوا في الجامعة، دول مش فاكرين حاجة. ما شافوش حاجة. دول متسابين لليوتيوب. صح. متسابين للتيك توك. صح. لازم يبقى عندك منتج رصين مبرهن عليه بالوثيقة وبالصورة وبالتسجيل الصوتي عشان تقدري كل تقدري تواجهي كل الهجمات اللي بتجيلك. دايما لو تابعتي تاريخنا من قبل ثورة يوليو وبعد ثورة يوليو هتلاقي ان اهل الشر لا يتسللوا الينا غير في الفترات اللي بنظن فيها ان كل شيء تمام،
الفترات اللي بننسى فيها. عشان كده دايما بيبقى مطلوب ان ما تبقاش قافة حارتنا النسيان. نفكر بعض. طبعا لازم نفكر بعض عشان ما ننساش. ده مهم جدا. التحديات، وكنت من شوية لسه هتكلم عن التحديات، وانا اخدتك لسؤال تاني. من 2018 وبعدها استقلال الجزء وحدة الأفلام الوثائقية، ثم انطلاق القناة، وأنا عارفة أنه من قبل الانطلاق، من قبل 19 فبراير بمدة طويلة، الاستعدادات على قدم وساق. أبرز التحديات اللي قابلتكم إيه؟ هل تجميع المادة العلمية؟ هل الكتابة؟ النص؟ أنا عارفة أنه مصر مليانة مبدعين، وما أعتقدش أن احنا عندنا مشكلة في الكتابة، بس هل توظيف العقول لما يتواكب، أو مش يتواكب، يتناسب مع طبيعة انطلاق الوثائقية، هو اللي كان فيه تحدي ولا إيه يا أستاذ شريف؟ أولاً، مجرد أنك تتصدي لتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، ده في حد ذاته تحدي. ده بدء، دي بدء كده. طيب، عشان تملي عدد ساعات البث دي، انت عندك كل اللي ذكرتيه ده، كلها ده صور من صور التحديات. انك رقم واحد يبقى عندك انتاجك الرصين، وده اللي كنا ناجحين فيه بالفعل من 2018، او ما يسمى قطعك الاصلية اللي منتجة عبر كوادر قناة الوثائقية وقطع الانتاج الوثائقي وكوادر الشركة المتحدة، زائد استنهاض سوق الصناعة الوثائقية في مصر، خصوصا لأن منحناها كان نزل في السنوات الأخيرة لظروف كتير قوي. بالإضافة إلى أنك تستحوذي على إنتاج من بيوتات صناعات عالمية، سواء من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النمسا، سويسرا، بيرو، من مختلف أنحاء العالم، وأنك تنتقي المناسب للبيت المصري والبيت العربي من بين الانتاج ده. لان بالمناسبه الانتاج الوثائقي، زي ما في انتاج درامي بيبث عبر مختلف المنصات وبيحاول يخترقك ثقافيا وقيميا ويسرب لك قيم وعادات وحاجات لا تتناسب مع بعض المنصات الشهيرة، طبعا مع البيت المصري أو البيت العربي بشكل عام، ده برضو موجود في الإنتاج الوثائقي، وموجود بشكل يعني مذهل. وصلوا حتى للوثائقيات؟ طبعا. فأنت بتنتقي من مختلف الإنتاج ده كله وتستحوذي عليه المناسب، وبعدين تدخليه عمليات التشغيل بالترجمة، وبعد كده بالدوبلاج. دي عملية تشغيل طويلة جدا وضخمة جدا عشان تقدري تغطي، ومكلفة جدا يا أستاذ. جدا مكلفة جدا جدا، بس مهمة جدا. على فكرة، في ناس ممكن تفتكر انه قناة وثائقية او انك تنتج برنامج فيلم وثائقي بتجيب معلومات الناس بتفتكر كده، تجيب معلومات من على الانترنت او يوتيوب وتقول كلام وينزل سبتايتل على الشاشة او حاجة، وده فيلم وثائقي. أنا بعض الناس لا يعلمون. شوف البعض سواء على قنواتهم او سواء على مواقعهم، مجرد ان هم بيحطوا ما يطلق عليه في صناعتنا تقرير مطول، وبيحطوا عليه فيلم وثائقي. ودي توثيق يعني بحث، يعني استقصاء، يعني انك دايما على طول الوقت بتبحثي عن ما هو حصري جديد، حاجة أول مرة تقوليها. ومراحل التشغيل اللي حضرتك ذكرتها دي ملهاش أي علاقة بالتقارير اللي بتتعمل. لا 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 لا. خالص، دي ده شغل للوثائقي مخصوص. طبعاً، ده طبعاً التحدي اللي كان بيواجهنا في السنين اللي فاتت، خصوصاً مع أن الصنعة دي الكيرف بتاعها كان نزل أو منحناها هبط، أنك بتاخدي خريجين جداد أو ناس لسه جداد في المجال وتطبعيهم على هذا القالب. ده موضوع خد مننا انا والزميل احمد الدريني والزملاء كلهم في المكان مجهود جامد، مجهود ضخم جدا. ليه؟ لان بترسي عندهم اسس الشغلانه وقواعدها اللي احنا تعلمناها من اساتذتنا. ما احنا ما طلعناش كده نبت شيطاني، لا 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 لا. نقل الخبره ونقل طبعاً العلم طبعا، بس في 10 سنين كده في وسط الزخم والأحداث اللي كنا فيها، الشغلانة يعني إيه
كوادرها حصل انقطاع في الجيل. حصل انقطاع في الجيل. انا بالمناسبه بمناسبه ده انا بوجه الشكر لكل المخرجين ولكل المعدين اللي انا اتعلمت منهم من سنه 2000 في التلفزيون المصري وفي النيل الاخبار لغايه النهارده، هم سبب كل اللي احنا فيه ده. بشكرك طبعا على الشكر الجميل ده، لانه كلمات الشكر دي يعني بتدل دائما عن شخص اصيل محتفظ بمكانه كل من تعلم او تتلمذ على ايديهم او تزامل حتى، لانه طبعاً انت ممكن زميلك تستفيد منه حتى معلومه او حاجه هو سبقك في خبره بيها. احنا على شاشه الوثائقيه كانت من ما يطلق عليه الفيلرز اللي احنا بنصنعها عن الاباء الصناعه الوثائقيه في مصر، من التلمساني رحمة الله عليه للأستاذة عطية الأبنودي للأستاذة سميح الغنيمي للأستاذ علي الغزولي ربنا يديله الصحة وطولة العمر، دول اللي بدأوا الصنعة في العالم العربي كله. احنا بدأنا قبل كل الآخرين، احنا بدأنا من أوائل القرن العشرين، من أول ما صورنا ووثقنا عودة سعد باشا زغلول من المنفى، اللي بدأوا ده هم اللي موصلنا للنقطة اللي احنا فيها دي. عايز أسألك سؤال مهم جداً، انت ذكرت بعض الامثله لبعض ما يعرض حتى الان على الوثائقيه، وعايز اعرف الخريطه البرامجيه ايه للوثائقيه، لانه البعض بيتخيل انه الوثائقيه اصل احنا اتعودنا على حاجات زي ناشونال جيوغرافيك، احنا اتعودنا من زمان، احنا الجيل بتاعنا واحنا صغيرين كان ده بالنسبه لنا الدوكيومنتري. صحيح. الوثائقي هو ده. ده نوع من انواع الوثائقي. فياريت توضح بقى للناس اللي ما عندهاش قوي فكره عن خلفيه او طبيعه البرامج او الافلام الوثائقيه هي ايه، والقماشه عندك في القناه، ودي حاجه يمكن اتقالت حتى لو في ايام لسه قليله عن انطلاق القناه، يعني ناس كتيرة رد فعلها أو الفيدباك إنه القماشة اللي بتقدموها دسمة، يعني الخريطة دسمة وإنه القماشة لينة معك. صحيح. أنت قادر تقدم سياسة وحاجات ليها علاقة باجتماعيات وحاجات فنية وحاجات أثرية وغيرها. اللي بنحرص عليه من أول ما كلفنا بالمهمة دي إن كل أفراد الأسرة، أولا إحنا بنتوجه للمشاهد المصري والمشاهد العربي، كل أفراد الأسرة أينما كانوا لازم كل واحد فيهم يلاقي نفسه في اللي بيتقدم، يلاقي نفسه في فيلم معين. اللي غاوي حياة طبيعية وحيوانات وطبيعة ممكن يلاقي نفسه في أعماق المحيط، في صديق الدب، يلاقي نفسه في الصحاري العربية، غرائب البحار العربية، الكلام ده كله. طيب اللي غاوي فن هيلاقي الريحاني، هيلاقي فرقة رضا، هيلاقي المسرح القومي، حكاية الله. الفرقة. اللي غاوي أدب هيلاقي نفسه في يوسف إدريس، في عالم نجيب محفوظ. اللي غاوي صحافة وإعلام هيلاقي نفسه في الأستاذ محمد حسنين هيكل، بنعمل له فيلم ضخم جدا إن شاء الله نتوفق فيه بإذن الله. جاري التجهيز فيه دلوقتي. طبعا. اللي غاوي حوارات وثائقية أو غاوي أفلام وثائقية ليها علاقة بتفكيك أطروحات الإسلام السياسي، زي ما شفنا مع حوار أمير حدود داعش، وزي ما شفنا في السنة دي وقضب، وزي ما هنشوف خلال الثلاث شهور اللي جاية فيلمين مهمين جدا في هذا المجال. في حاجة ده بالنسبة للخريطة بشكل عام. طبعا كل هذا لا ينفصل عن الاشتباك مع الواقع وعن كل الإنجازات اللي بتحصل على أرض مصر. بمعنى أنت مش قناة وثائقية بتحلق في السدين، مش تاريخ، لا 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 مش تاريخ، أنت تاريخ وحاضر وبكرة بإذن طبعا الله. زي مثلا هتلاقي حياة كريمة، هتلاقي العاصمة الإدارية، هتلاقي من أحياها، عن المجهود اللي بذل من الدولة المصرية في نقل أهالينا من سكان العشوائيات للمدن الجديدة. اللي غاوي رياضة هيلاقي بليه الجوهرة السوداء، هيلاقي 164. احنا بنحرص ان احنا كل واحد في الأسرة يلاقي نفسه. طبعا احنا في الفترة الأولانية دي هي دي تجربة بنسعى فيها ان احنا دايما نحو الأفضل. كل اللي حصل ده مجرد بداية فقط. يعني أنا طول الفترات دي أنت بتختبري المشاهد والمشاهد بيختبرك حقيقي وبدون مجاملة. إذا كانت دي البداية فبنتوقع أنه بإذن الله اللي جاي إن شاء الله أكبر. أخيرا في ثواني، الشركة المتحدة قائمة بدور ليه علاقة بالمسؤولية المجتمعية اللي بنقول عليه social responsibility،
ومن ضمن الأمثلة على ده اللي الناس اتفعلت معها قوي حملات زي تجمل بالأخلاق. صحيح. النهاردة لما بنتكلم على أي مجموعة أو أي قناة تابعة للشركة المتحدة، الطبيعي اللي بنتوقعه أنها تكون امتداد في هذا المنطلق. إحنا طبعا. حتى في إكسترا نيوز عندنا أخلاقيات العمل، عندنا بنقدم إيه، بنحرص على الكلمة إزاي، الكلمة على ميزان حساس طبعا جدا وما صحيح. إلى ذلك، وكذلك كل المجموعة طبعا. إزاي الوثائقية ممكن تدعم الشركة المتحدة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية؟ نقدم إيه؟ وخصوصاً لما بدأنا الحديث عنه جيل الشباب اللي كلنا فرحانين إنه بيبدي إعجابه بانطلاق الوثائقية ومتابع ليها. لما ذكرت الشركة المتحدة سبقتيني في الحتة دي، لأن أنا عايز أوجه الشكر لكل شركاء النجاح ولكل الرفاق في الشركة المتحدة، بدءا من دكتور أشرف سلمان رئيس الشركة، مرورا بالأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب، ورؤساء القطاعات ورؤساء القنوات، وكل الزملاء اللي ورا الكاميرا دلوقتي، وكل الناس اللي بتفرجوا علينا وفي الشركة المتحدة. احنا كلنا بنتكاتف في معركة صناعة الوعي. كل واحد بيؤدي مهمته وفقا لطبيعة المادة المقدمة على القناة بتاعته. هتلاقي قطاع الأخبار، قطاع التلفزيون، قطاع الإنتاج الوثائقي، كل ده بيتجمع من أجل الانتصار في معركة صناعة الوعي. وبالمناسبة معركة صناعة الوعي هي المعركة الرئيسة. صحيح. لن تهزمي أهل الشر غير بالانتصار في معركة الوعي. طبعاً. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتنا، وكل الشكر والتقدير لزميلك الأستاذ أحمد الدريني، وكل الشكر والتقدير لكل زملاء حضرتك. أنا بعتقد أن أنت أستاذ شريف وأنت شاب، أعتقد أنت أكبر سناً من في المجموعة، أنا بعتقد أن كلهم شباب صغيرين جداً. كلهم اشتغلتي معهم على فكرة. بجد؟ كلهم مديرين الإدارات عندنا دلوقتي. يعني مفيش أجمل من كده. أنا بشكرهم جداً. وبقول لهم، مش عايز أقول أسماء عشان ما تنساش حد. ما انساش حد. لولاهم ما كنتش قاعد قدامك القعدة دي دلوقتي. ألف مليون مبروك. إن شاء الله يا رب يا رب بداية خير وانطلاقة موفقة جداً وجميلة. إذا كان فأقل من 10-12 يوم تقريباً على انطلاق الوثائقية، عملت هذا الرد الفعل القوي في الشارع المصري، وخلت على فكرة في الوطن العربي كمان كتير بقوا بيسألوا بيقولوا إيه الوثائقية اللي طالعة في مصر. فالاهتمام بدأ يظهر، وده إن ده اللي بيدل إنه المجهود اللي اتعمل عشان تطلع حاجة قوية كده هو مجهود محترم جدا. وبإذن الله لمزيد من النجاح. المخرج الأستاذ شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، شكرا لك يا فندم، وألف مبروك مرة ثانية. شكرا جزيلا. ولحظات إن شاء الله بعد فاصل قصير نستكمل ما تبقى لنا من حديث الأخبار، ابقوا معنا.